الأمر اللي حصل في بنغازي لهؤلاء المستشارين الثلاثة ليس مستغرب من السلطة اللي مسيطرة على المنطقة الشرقية، وهو الرأي العسكري والله المجموعة العسكريين اللي مسيطرين غادي، وسبق ليهم أنهم يعني قاموا بالعديد من الأفعال الشنيعة اللي يعرفها الكافة بالذات من سكان المنطقة الشرقية، ويعرفوا إيش اللي صار في شارع الزيت وفي كم من جثث تلقوه المرمية في الشوارع في فترة ماضية، وكل من يخالفهم الرأي أو من لديه رأي آخر هم يروه عدو ويحاولوا الانتقام منه أو التخلص منه بأي طريقة. القصة اللي سمعناها عن المستشارين الثلاثة وفي طريقة إبعادهم عن حضور جلسة مجلس النواب مع تحفظي انا على نواياهم، ما هي النوايا اللي كانوا ماشيين بها وما يعني شنو الغرض من سفرهم الى هناك، هل هو الاعتراض على تعيين شخص مفتاح القوي ام انه سبب اخر ربما لمحاولة إبقائهم كمستشارين منتخبين من الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف، إبقائهم داخل مجلس الأعلى للقضاء. هذه أمور أخرى أنا لا أستطيع أن أتكلم فيها الآن، لكن ما حصل يعني بشع وتصرف لا إنساني ولا أخلاقي وغير قانوني، ويشكل جريمة اختطاف يعني وتغييب قسري، حتى وإن كان استمر هذا التغييب لمدة ساعات، مش لازم يكون التغييب القسري أو الإخفاء القسري لمدة أيام، يكفي فيه الساعات يعني. وبالتالي جريمة حجز الحرية والاختطاف قامت بحق هؤلاء، هذا التصنيف القانوني للفعل اللي قاموا به المجموعة اللي اختطفوا هؤلاء من الفندق ونقلوهم إلى مكان مجهول، ثم وضعوهم بعد ساعات في المطار ورغموهم على ركوب طائرة والرجوع إلى طرابلس. حقيقة أمر يعني يوضح الصورة أن هناك في تلك المنطقة وفي اجتماعات مجلس النواب يؤكد ما ذكرت يعني في السابق، وقلت أن فيه عصابة أو مجموعة مسيطرة على مجلس النواب، وهي اللي ما فيش أي رأي آخر غير رأيهم هم، وهم مجموعة قليلة ربما لا يتجاوز عددهم 20 أو 30 شخص، ولكن هذه المجموعة متنفذة وهي من تدير وهي من تصدر في التشريعات باسم مجلس النواب. للأسف الشديد كل أعضاء مجلس النواب اللي يحضروا منهم أو الجزء اللي يحضر منهم لا يمكنهم قول أي شيء مخالف لإرادة هؤلاء، وحتى من حضر إلى يعني تحت يرغب في الحضور تحت قبة البرلمان باعتبار أن الجلسة مخصصة لمناقشة موضوع يهم هذا المجلس أو هذه الشريحة أو هذه السلطة القضائية، باعتبارهم إلى تلك اللحظة لازالوا أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء، مجرد أنهم حاولوا أنهم يوصلوا في موقع البرلمان ومكان انعقاد البرلمان تم اختطافهم وتغييبهم وحجز حريتهم ومنعهم من الوصول إلى البرلمان. وهذه تعطيك مؤشر على أن هذه القرارات والقوانين كيف تصدر غادي في البرلمان المسمى برلمان، هو أو سلطة الأمر الواقع اللي متحكمة في مصير الليبيين. للأسف الشديد موضوع سيء جدا، نعم. يسيء إلى الجميع في ليبيا. ما تمنينا أن ما يحصلش مثل هذا الأمر في كل الأحوال. قلت لك أيا كانت أغراضهم أو هدفهم من الذهاب إلى البرلمان لشرح وجهة نظر أخرى، رغم أني أنا على المستوى الشخصي لست مع يعني البقاء على نظام الانتخاب من الجمعيات العمومية للمحاكم تحديدا أو من الهيئات القضائية لمن يمثلهم في مجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للقضاء يعني يفترض في العملية أو في الناس اللي تشتغل في القضاء والهيئات القضائية نشتغلوا بنظام التراتبية ونظام الأقدمية، وليست من مهام يعني رجل القضاء الدخول في مسائل الانتخابات والتكتلات المجموعات المتكتلة، لأن أي انتخاب ضروري فيها من مجموعات وصراع معين
ونحن للأسف ثقافتنا ما زالت محدودة في هذا الجانب، نعم ونعتبر الانتخابات صراع مهما كانوا الجهة اللي بتجري هذه الانتخابات. وبالتالي أنا على المستوى الشخصي لست مع استمرار نظام انتخاب أعضاء الهيئة المجلس الأعلى للقضاء من الجمعيات العمومية للمحاكم، وأرى أن يعني قصر المجلس الأعلى للقضاء على رؤساء الهيئات القضائية اللي الثلاثة، سواء إدارة القضايا وإدارة المحاماة وإدارة القانون نعم ونائب الرئيس يكون هو النائب العام. ولكني كما ذكرت سابقا وأعيد وأكرر، أنا لست مع التشريع إعطاء السلطة المطلقة لمجلس النواب في اختيار من يراه لرئاسة المجلس. نعم وأعتقد أنه يجب أن يكون رئيس المجلس يرشح من قبل الجمعية العمومية للمحكمة العليا، أو يصدر بتسمية توصية من الجمعية العمومية للمحكمة العليا، سواء كان أحد أعضاء الجمعية العمومية نعم للمحكمة العليا أو كان من خارج المحكمة العليا. طيب ولكن حتى نضع قيدا على السلطة التعيين، من سلطة التعيين الممنوحة لمجلس النواب أو السلطة التشريعية، نضع عليها قيدا آخر وهو وجود ترشيح لهذا نعم الشخص من قبل الجمعية العمومية للمحكمة العليا.